مال ولا اي حاجه، دول في السعوديه هنا بلاش وسخه معاكم هذا. صعاليك كده قاعدين يشيروا، قاعدين يعلقوا هنا، بشلتهم ليك وبدق جنبه ومرمطهم ليك مع السعوديين، برجع ذاته بجيب الفيديوهات بتاع السعوديين بقول لهم اركبوهم عقال عشان يجوا راجعين، تمام؟ حلو شديد، تمام؟ ما في كلام زي ده، بيشتغلوا هم بمزاجهم هم. ففي واحد قال لي كرر الفيديو، ياخد الفيديو، اكرر لك الفيديو. يا نزارفور، دي الشمالية، دي الشمالية شايلة ثرواتكم، شايلة حقوقكم، دير ما مهمشين، دير الجلابة، شايفين الرملة دي كلها قروشهم، المهمشين قال. شفت اولاد الحرام اصحرني انت ذاتك، انت مالك متدسي كده، دول زي اختك كده، ما تصحرني يا دول اخواتنا قاعد يسهروا في التواصل الاجتماعي، ما تسهر عديد اسهر واقلب الكاميرا زي انا كده، اقلب الكاميرا وبعد ذاك جيب وشك اقلب الكاميرا. دريق نيونا طبعا بان والله الشماليه مهمشه وانتوا قاعدين يا حبيبي، ده في جزء من ابناء الشمال السفر الملاعين منطقتك المهمشه دي. انت لو ابوك راجل، لو عندك دين، لو حلال ما ابن حرام، الزور الظلمك حمش لك منطقتك ده، قولوا 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 جيبه، ابقى راجل جيبه، تجيبه انت. اسمع انا بديك البل هنا، كشف الجنجبيد ده قال لكم شنو، انت بعد تاني انا ما في 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 حاجز بيني وبينك اسمه جنجبيتي، ما قبل الجنجبيد ده كان راكب في ظهري انت وقداك نايم صح؟ حتى الجنجبيد ده زي الجريد، اوه شاف انه ظهري الجبال راكب فيه ده، فيه برتقال وتفاح وجريد وكده وجرين فروت وموس وبتاع، الجنينه حقي نطفى، الجنينه اللي بياكل منها انتهت. فالجريد عاده كده طبعا زمان اي شغله تنتهي بوالي بمشي بشوف الجروف الثانيه، الجروف بتاع البطيخ، جنو يهب الجور والبطيخ والقرود كده طبعا صح؟ جنجبيت زي الجريد تلب لك هناك، الجنينه دي حاجتك لو ما انتهت ما بيخليك. اسمع الجنجبيت ده بقول شنو، اسمع الكلام ده، اسمع هنا الجنجبيت الندين ده بقول شنو، وجاي قال لنا في الليل ناس تعمل شير بقدر ما تقدر. كاشف الجنجبيت ده، الجنجبيت ده قاعد معنا هنا في اوروبا، ثلاثه جنجبيت جد قاعدين، واحد قاعد في السودان واثنين خليه يقطع كده بس. طبعا يا جماعه بالنسبه للناس اللي جرت وخلت بيوتها وقعدت تبكي وتهوي هو 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 تنبح ذبيح تقيل، انه يا اخي احنا سرقوا بيوتنا واغتصبوا حرايرنا والكلام الفارغ ده. طيب يا اخي انت الليله لو ما جريت من بيتك ما كان الحراميه اللي انت اطلقت سراحهم بنفسك من سجن الهدى ومن سجن كوبر ومن كل المعتقلات اللي موجوده في الخرطوم، ما كان الليله بيوتك اتسرقت يعني. فالليله انت اذا كنت موجود داخل بيتك ما كان بيتك اتسرق، وبعدين ما في صوت طردك من بيتك، انت بس دور قلبك كبير يا صاحبي وعملت جاريز بيت جريت جري يا معلم. فبعد تصنيف طبعا الزول ده طبعا قاعد معانا هنا في فرنسا ولا بريطانيا ولا المانيا، جنجويتي كبير اسمه قال شنو بس، ودراسه يعني طويله الامد يعني، وصلنا لكل التفاصيل اللي متعلقه بالبيوت اللي ناسها هاجرتها وسافرت وجرت خلت بيوتها يعني. فكلهم ابناء الشمال وابناء المستنفعين والناس اللي كانوا ماكلين اموال البلد واموال الدوله بالباطل يعني، فهم كلهم ابناء الشمال يعني. فتالي بنرجع بنقول انهم ما كلهم يعني، في واحد من 10% دول الناس الابرياء المساكين اللي ما عندهم في الموضوع لا ناقل يعني، فبنحترمهم ليه؟ لانهم ناس يعني محترمين وعندنا منهم اصدقاء بنحترمهم وناس من معروفين عندنا انهم ناس يعني ذو سلوك حسن وناس يعني ما شاء الله عليهم، لكن الباقي 99.9 دول كلهم ناس سيئين يعني، هم ابناء شمال السودان يعني. فكلهم يعني جروا خلوا بيوتهم وخلوا نسائهم وخلوا اطفالهم، وبيقول لك يا اخي انه نحن اغتصبوا حرائرنا وسرقوا ممتلكاتنا ونهبوا كل املاكنا اللي موجوده في العاصمه. طيب انت الليله جريت ليه؟ اول حاجه اول شيء انت جريت ليه؟ جريت السبب اللي خلاك تجري شنو؟ ليه؟ لانه انت المال والممتلكات اللي انت جريت وخليتها دي انت ما دقيت فوقها حجر دغش يا صاحبي، ده كله مال السحت يا معلم، ده مال المواطنين، ده مال الغلابه ومال المساكين، انت جريت خليته لان انت ما دقيت فيه حجر دغش يا معلم، عرقك ما جرى فيه،
عرق كده ما جرى فيه، انا متاكد ان لو انت كان دقيت فيه حيردوش وعرق جرى فيه والله ما كان جريت مشيت خليته، كان انتظرته ليه لانه ده عرق جبينه، لكن انت جريت يا صاحبي مفتكر انه بعد شويه الامور بتهدى وزي ما فات حتجيبه ثاني، لكن ده انا يا شمالي ما حتجيبه والله، لانه الحفله فرت يا صاحبي، زمانكم فات وغنايكم مال، ثاني الا تستسلموا يا صاحبي وتيجي ترقد يا معلم للاشاوز دي يا صاحبي يدعوا عليكم عداك تمشي النمو ده طبعا هو طبعا يعني كلمة حق أريد بها باطل. كيف كلمة حق أريد بها باطل؟ الكلام اللي بيجي بيختطفه من الواقع الموجود المرير اللعين كلام حقيقي، لكن بمشي ببطن الكلام وبرجع وبقول لك العشاوش وما العشاوش بتاعه. طبعا معروف جنجويدي كبير، طبعا جنجويدي هنا كتار، يدور كتار هنا قاعدين معنا في البلد ده وشايفينهم قاعد يطلع في التواصل الاجتماعي بتاعه. الكلام اللي قاله صحيح، لكن ال 80% صحيح، لكن كلمة ببطنه برجه كده وبتاع ده طبعا الجنجويد هسه طبعا ما عندهم حاجة. يقول لك دولة 56 بيختطفوا الكلام مننا، نحن دولة 56 جزء من أبناء الشمال السفل الملايين كده كده. الكلام هو صحيح لكن المفروض ما يقوله صح؟ وهسه برضه ده كلام رد عليكم، قالوا لكم عديل يعني أنا ما قلت لك يعني انت تاني ما ترجع، عندك حل واحد بس، حلك الوحيد والنموذجي سلموا للسلطة، السلطة دي سلموها لواحد نوباوي. نحن كلنا نلتف ورا النوباوي، جنجويتي اوريدي باخذ بندقيتي وبمشي، والله انا اتحداكم تحدي، لو ما عملتوا الكلام ده قسما بالله قسما بالله سلاسة، اسمعوا الكلام ده كويس ها؟ ليه يوم تشموها قدحة؟ تشموها شنو؟ قدحة، بعدين لا تلحسوا كوكو. ما في طريقة. انا الجنجويد بعرفوني كويس انه ما بتفق معاني، والجنجويد لو جاني في الخاص بسجل لي كلامه برفعه في اللايف، ما بتفق مع الجنجويد دي دني، هو بعرفني كويس لكن مبسوط جدا الجنجويد يندق وهو ذات يدق ويدق الدور الصرع الجنجويد، والجنجويد يدق الدور الصرع ما اختلفوا اختلف الجنجويدي، اختلف مع سيدو الجنجويدي ده يبقى سيد، وسيدو ده يرجع في سيادته الزمان، وانا كده حسي كويس معي رغم انه في ناس جرحى وموتى مني انا، لكن لو كان الجنجويد قاعدين لسه مع البرهان في صحن واحد العذاب بيكون اكتر من حسي. يا احمد يا اخي تعال نتفق ونكون في نسوق خط واحد، نشيل الجنجويد وبعد ذلك نرجع للكيزان. بالله وانت الكيزان قادر تشيلهم بيه حركات المسلح بيه، جبال النوبه والنيل الازرق ودارفور الشرزمت، بقيتوا 80 حركه اي دول قبيلتي وحبوبتي وحبوبتك، وانت ما اصلي وانا اصلي وانا بتاع وانا، انتوا قادرين تتفقوا تشيلوا كوس كويس، ما كوس كويس كويس قدر ده كويس صغير قاعدين تشيلوا ده لك يا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. انت مالك انت تدخل حبوبتك هنا شنو؟ انت في زول في سيت كويس كان عنده عبد، والعبد ده ماشي معاه، والعبد نكس كويس نكس قلب سيده، العبد بقى سيت، والسيد ده يرجع في سيادته الزمان، والعبد قال له قسما بالله تاني الا نحن يا انت يا نحن. دي ما حلو شديد قدر ما الصراع ده يكون دق زي دول بيلي مدور هنا في المحله ده دوله 56 اللي انت ما قادر تشيلها من جبال النوبه ومن النيل الازرق، ورغم انكم انتوا قاعدين في الجيش ضباط وعلى راسكم كباش وما قادرين تسقطوا دوله 56 كويس، في زول جنجويتي وسخ عفن ردي معفن مجمد داري يشيلها لك، مش حلوه؟ مش كويس يا احمد؟ طيب ما بيشيلهم هم بمسهم وبمسحنا نحن اللي قال لك منو؟ اللي قال لك منو؟ طبعا جون في مخك انا هنا خلاص بنجي شفتها ترجي تونس والهلال بنجي في الاولمبياد تصفيات بتاعت كاس العالم، ولو خلاص الجنجويد قدر يستلم البلد نقسمها تقسيم ده مع بالورق صح؟ زي جنوب السودان ده، مش كان الجيش السوداني مستلم جنوب السودان لما انفصل؟ مش كشكش الجيش شد قال لما مرقوا مرقوا باخوي اخوك ولا بالرجاله؟ باخوي اخوك براها رفعوا كلام قال لانه لو قال له ادبهم الجنوبيين اشتروا طيران يدقوهم لك طيران لما يطفشوا دخان بفجقهم طيران ومدفعية مع دولة دولة ذا سياسة سيادة وممكن يدخل أي دولة ذاته يجي يساعده. ما في دولة عسكري بتاع الجيش هناك في الجنوب يقدر يجي الأدب يا زول.
امشي شوف كباشي على وين يا زول. كباشي ده واحد قرص ساكت ما عنده اي موضوع يا زول، فلنجاي ساكت من سنه 89. امسك البلوك ده انت وكباشي حريقه فوقكم شات. كباشي ده عمل لنا جبال النوبه شنو؟ طلع ميتين ابو اهلهم يا اخي. كباشي المفروض يتفق مع عبد العزيز الحلو الله يطلع ميتين وزاره. ما معفن ساكت جزمه هرهره كسر تلج عبيد منازل تي على وشه يا زول. وقسما بالله لو هو انا من كباش ما كان اشترك في فضلية صام طوالي. كان اسلم عليه اقول لعبد العزيز تعال وما ادخل نفسي لانه ما كباشي ما مطالب في المحكمه الجنائيه الدوليه. لكن العبدي العبدي دائما يكون عبد كده بس. طبعا الناس اللي ساكنين في الخرطوم او ساكنين في شمال السودان ولا قاعدين في شرق السودان، الناس دي الايديولوجيه حقهم هنا يتغير، برنامجهم فهمهم يتغير تمام كويس. طوالي بلوك بلوك ثقيله الليله والله الليله بدق الفيسبوك ذاته، الفيسبوك ذاته بلطش عليك تمام. فالناس الساكنين هنا في المركز في جزء منهم محررين تحرروا طبعا من زمان، منهم كبت كابدينهم كده ماسكينهم مسك ما يقدروا يتكلموا بيكتلوهم. وجهاز الامن ده كتل من ناس وكسر بيضهم وحرقهم حريق. تحيه لهم ديلك الشرفاء. لكن 80% الناس اللي جو من جبال النوبه والنيل الازرق ودارفور وسكنوا هناك وقعدوا السنين ولدوا اولادهم واولادهم اللي ولدوهم هناك 10% منهم محررين، كلهم عبيد عبيد المنازل حرحرة كسارين التلج. ما بقبلوا أهلهم في جبال النوبة ولا بقبلوا أهلهم في دارفور ولا بقبلوا أهلهم في النيل الأزرق. أنا أتحداك نهائي، لأنه بشوف إنه في نفس الشماليين الذول اللي رفع لنا الفيديو من الشمال ده، الشماليين الحربة من الشمال الدخل الخرطوم الابشلاطين الاكل واللحطوا البلد السرقوا والقتلوا والاغتصبوا. والاغتصاب في النهايه جالهم طبعا، الخير يخص والشر يعم على ناس الخرطوم. طبعا في ناس مساكين لما رجعوا للجزيره ورجعوا للشماليه لقوا ديل لقوا ديل ديل ما اهلهم ديل ما بشبههم لقوا ما اهلهم. وجبنا لكم الفيديوهات حصلت المفارقات، المفروض ينموا كان الاقليم حقهم ده ربما يخطوا توقعات. بجي براكين وبجي زلزال وبجي 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 يمشوا للناس دي. لك لما جول يقوم لقوا حتى طريقة الكلام ذاته ما واحد نفس العبدي من دارفور القاعد هناك ذاك ما زولك. انا ما اقدر اسمي قبائل، انا بشمل شمالة الدارفورين 80% ديل عبيد بتاعت منازل. خيروا طريقة كلامهم طريقة أكلهم ما بيشتغلوا بيك، سادين ده بيطينة وسادين ده بعجينة. ملايين من المفترض كان يستنكروا حرب بتاع دارفور يطلعوا مليونية إن شاء الله يقتلوهم. نفس الجنوبيين اللي كانوا ساكنين في الخرطوم ويتولدوا في الخرطوم الآن أكثر جنوبيين فاتوا وين؟ فاتوا ملكان وفاتوا جوبا. يمكن جبناكم جبنا في واحدة كده بنية أنا ما جبتها لكن عندنا تمام؟ تمام؟ بلوك طوال الليلة شغال الليلة ده أنا بدق الفيسبوك ذاته. الليلة الفيسبوك ذاته بحشوا لكم ما عندي شغل ان شاء الله يقفلوا الصفحه تصفي الفيسبوك تمام كويس تمام. اقبلوا كات طوال الليله كتل نظيف الجمارك يا طول يا صاليك يا شماشه ما دارين ما عندكم دين. قال الليله قال الواحد لبس طاقيته كده ولبس الجلابيه يعني الجامع عباره عن حديقه كويس. وكلام الامام ده واحد ده بيسد بيطينه وده بيسد بعجينه. وما بجي في الجامع من اول كده زمن الخطبه طبعا الجمعه خطبه بجي في النهايات وشايل مصلايته وطاويه الله السلام عليكم السلام عليكم. قال انا صليت كده وصليت. انت بتخش من انت؟ انت بتخش الجامع ولا تخش ناس الجامع ولا تخش الامام ولا تخش الخالق؟ انت بتخش من انت؟ قال الليله يوم الجمعه وفاء صلى قال بعرف الله. قال انت ابوك ذاته لو غلطان تقول ابوي ده غلطان، تدي ظهرك تقول والله ابوي ده يا جماعه والله ابوي ده غلطان. ده شوف الزول اللي ما بيجي بيقول كلمة حق ده ولا شفت ولا تعشم. انا نصحت لك لا تصلي لا تصوم لا نوم ساكت ما تعيب روحك ولا لانه رمضان ده جوع فما تعيب روحك. ما في زول منافق وزول حقير وزول كذاب وزول دجال كويس كويس داري يخش الجنة ما تعلم. قول الحق لو كان مرا. انا اختلفت مع ناس كتير يا زول، في ناس فهموني في ناس ما فهموني.